اساسا بالفكره على ان يا ان بيزوان انورم دو ريفورم دو ريفوار لاكتيفيتي سور البلان انستيتيوشنيل. لان كما تعلم الان شيء واضح ولا واضح الان الاعلام عنده واحد الدور اساسي في التلاحم داخل المجتمع ديال المجتمع يعني بور لا كويزيون سوسيال. واضح الان ايضا على ان في هذه السنوات الاخيره المغرب بين عده دول مستهدف باش كيفاش نقول بور فير اكلاتي لا سوسيتي كيف وقع في ليبيا كيف وقع في عده ديال سميتو. والدور الاساسي هو الاعلام هو اللي تيلعبوا باش بالعكس باش يربط رونفورسي هذيك لا كويزيون سوسيال ايفيتي ما يوقع لنا ما وقع لدول اخرى. والاعلام المغربي بين في هذه السنوات الاخيره وفي هذه الشهور الاخيره على ان فعلا عنده هذا الحس ديال المصلحه العامه وعنده هذا الحس ديال ان المجتمع المغربي في خطر وعلى ان يجب التقويه ديال لا كويزيون سوسيال في هذا المجتمع. لا هو اجتماع اللي هي زيارة تعارف زيارة وود زيارة دعم للمجلس الوطني للصحافة اللي رحبنا بها واللي كان فيها طبعا نقاش حول القضايا اللي كتهم المهنة كتهم تطوير المقاولة كتهم تقوية الصحافة الوطنية معالجة الأزمة اللي كيعرفها الجميع الآن ديال الصحافة خاصة ما يحصل في ظل الجائحة بالإضافة طبعا إلى قضايا أخرى كتم حرية الصحافة وكتم تمتين الجسم الصحفي تمنيعه في موضوع الأخلاقيات وأيضا كل ما يتعلق بحماية المهنة. هذا نقاش مثمر وحنايا طبعا فاتحين على الهيئات وعلى المنظمات خاصة للصحفيين بالإضافة أيضا إلى المجتمع المدني. فالإخوان قرروا أنهم الخطوات الأولى ديالهم هو زيارة المجلس الصحافة من أجل دعمه ومن أجل التأكيد على أنهم مستعدين يشتغلوا إلى جانبه في كل القضايا اللي كتهم الصحافة والصحفيين.